أنا طفل طري العود سرت سنين فوق الجسر عريانا تفوح خطايا نارنجا وليمونا وعشت بقريتي خمسا وعشرين أسامر كوكبا في الغيم مسجون صورة أمي كانت دايما تقول لي روح إلهي ربنا اجعل في وشك جوهرك وفي لسانك سكرك ويجعل عمرك قدح برسيم يا عبد الله. في هذا البيت الذي يبدو الآن طللا وخرابا كان يموج بالعواطف والأفكار، كانت فيه أم ليست ككل الأمهات، وكان فيه أب وإخوة. كم قرئ فيه من شعر، وكم تلي من قرآن، وكم حكيت حكايات من التاريخ ومن الخرافة ومن ألف ليلة وليلة ومن السيرة الهلالية. هنا بدأ الكلام وبدأت اللغة وبدأ الخيال يعمل، وبدأت أولى القصائد التي كتبتها في حياتي. في هذا البيت كتب شعر كثير وقرئ فيه شعر كثير. في هذا البيت كل مكان فيه يحمل من الذكرى ما لا يمكن نسيانه. في هذا الشق وفي الشقوق الأخرى حكايات كم دفنت هنا من كتابات سرية وأحجبة دفاعا عن الأبناء الصغار الذين كان يحصدهم الموت واحدا بعد واحد. هنا ذات إجهاض من إجهاضات أمي لفت المضغة في قطعة من القماش ووضعتها في أحد هذه الشقوق حتى يرتد الموت عن البيت، وقد شيعت من بنيها ستة ذكور وبنتا. كم سمعت إخوتي الموتى هم ينزلون في هيئة قطط، وكم ارتعبت، وكم قالت لي أمي هذا صوت محي الدين أخوك، وهذه حركة مختار، وهذا كلام محمد الذي سبقني ومات. كل هؤلاء كانت أمي تحييهم كل ليلة في حكاياتها وذكرياتها، وعاشوا في وجداني وعاشوا في شعري. أمي ولدتني ذات مساء فانصربت روحي في ضوء المصباح وهربت خلال الظل ولون الماء ودخلت عبيرا في ذرات الريح ولبست قميص الصمت وأكلت الكعك الأسود في أعراس الموت. أذكر في طفولتي أنني مرضت بالحمى، فكانت أمي تهدهدني وهي تقول لي عددا من أبيات قصيدة لعنترة كانت تغنيها مقطعة عروضيا. أذكر منها: إذا كشف الزمان لك القناع ومد إليك صرف الدهر باع فلا تخشى المنية واقتحمها ولا تخشى البراقع واليفاع
لا 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 مفاعلة مفاعلة. هذا النمو الصوتي، هذا الإحساس بالإيقاع وبالوحدة الزمنية لهذا الإيقاع، ربما هي التي لفتت نظري إلى الخلاف أو الاختلاف الشديد بين الكلام المرسل وبين هذا الكلام الممتلئ بالموسيقى وعذوبة الصوت مع عذوبة الأم التي تقول هذا الكلام. قال أبي: لا بد من ساقية خاصة بنا لا يشاركنا فيها أحد حتى نخرج من هذه المزاحمة الدامية بين قوم لا يعرفون العدل ولا النظام ويحتكمون للمناطحة وخراب الذمم في كل صراع. وحينما دارت الساقية وتدفق الماء من عيون قواديسها وقد تحلق الجيران والأقارب حول مدارها وأبي يغمز البقرة التي تشدها غمزة الفرح والزهو، كنت أريد أن أقبل يدي عم ميخائيل وظللت أتابعه بعد ذلك وهو ينتقل بين السواقي إصلاحاً وإنشاءً. وحين سمعت بموته أحسست أعمق الإحساس بأن أنين السواقي في الحقول إنما هو ترجيع بكاء وأنين مرثية تدب قوافيها الخشبية والمائية إلى مسامعه تحت التراب. هذه الأرض بترابها تتحول بعرق الإنسان وكتح يده إلى خضرة وإلى شجر وإلى حياة تفيض بالخير. ليس أعظم في حياة البشر من العمل، من الكتح. قطرة العرق تساوي الكثير. لقد أدركت ذلك منذ زمن بعيد، منذ الطفولة، منذ كنت أعمل مع أبي وأمي في هذا الحقل وتحت هذا الشجر وتحت هذه السماء. أدركت أن كرامتي وحريتي وحرية كلمتي وحرية قصيدتي مرتبطة بالكتح وبالعرق وبالعمل. كان من الأشياء الغريبة التي أدهشتني في الشباب حينما كنت أقرأ عن أبي حيان التوحيدي بالذات، فيلسوف الأدباء، ما الذي ألجأه إلى هذه الكدية، هذا التسول المهين الرهيب أمام من يستحق ومن لا يستحق؟ لما لم يكتح ويعمل بيده فيحرر كلمته ويحرر عقله ويحرر كتابته؟ عاش من أجل دينار ومن أجل مكانة في قصور الخلفاء، فقد كرامة الكاتب وكرامة الأديب. الصورة دي فين؟ دي صورة وأنا خارج من قريتنا ورايح أشتغل مدرس في كفر الشيخ في قرية العجوز. وزين يا اسطى؟ اركب إن شاء الله. هذه الزيارة إلى المرابع الأولى لشباب الأول في محافظة كفر الشيخ أستعيد ذكرى يوم 8/10 سنة 56 حينما جئت من قريتي إلى قرية العجوزين معينا فيها مدرس بالمدرسة الابتدائية. فجأة أصبحت أبا لستين ولدا وبنتا، أبا حقيقيا أحبهم وأفرح كما يفرح الآباء بعلامات الذكاء والنبوغ على وجه أي طفل.
كنت أعاملهم باعتبارهم مستقبلي ومستقبل الوطن كله. أحاول أن أرى وطناً آخر وشعباً آخر من خلال هذه الكائنات الرقيقة العذبة. قضيت في قرية العجوزين 4 سنوات. مهما نسيت ومهما تغيرت بي الأحوال ومهما درت في العالم وزرت من مدن وبلاد وقارات، تظل هذه السنوات 4 الأساس الجذري والأساس البنائي لطريقي ومنهجي في التعامل مع البشر. جزء كان تلميذ بس كنت عايزة أحسن من كده شوية. مشكلة لما أحسن أنا يعني كان حاجة إيه يعني راجل ماله هدوم كسير وحلو. يا ما خدت من إيد والدته لبن وزبدة في هذه الغرفة كانت أول الخطى لتأسيس شخصية الشاعر وشخصية المثقف وشخصية الإنسان وشخصية المنتمي لثقافة وتراث ووطن وأهل. الله يخليك. فاكر الأولى لك تسكن بس لما كنت بحب العيدة كنت تقول لنطح. قرأت فيها القراءات المنظمة والمعمقة، كنت أستطيع شراء الكتب في ذلك الوقت، كنت أعرف أن الثقافة طبقات ثقافية تبنى طبقة فوق طبقة، وأنه لا يمكن التقافز ولا العبث بالقفز من ثقافة إلى ثقافة أو إتقان ثقافة دون إتقان أساسها الأسبق أو الطبقة الثقافية الأسبق. وهكذا علمت وعرفت من خلال الكتب أنني مطالب بجهد ضخم، لابد أن أقرأ التراث اليوناني ولابد أن أقرأ ما تلا هذا التراث من تفاعلاته مع التراث الإسلامي ومع الثقافة الأوروبية في العصور الوسطى وفي عصر النهضة، وكيف نمت الفلسفة حتى وصلت إلى زماننا. كانت المسألة عندي تعني النظام والدقة. عشناها في الدين، عشنا سواحا تبحث روحانا روحانا فيه عن ثوب وبقايا ظل ورغيف وهنيهة نوم في حضن في حضن أليف. يا أختي كل الأحزان إذا مرت ماتت، ما دمنا نضرب 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 في الدين كي تبحث روحانا روحانا فيه عن ثوب وبقايا ظل ورغيف وهنيهة نوم في حضن في حضن أليف. يا سلام، كان فين مدفنك وكنت واقف فين وكنت مرمي تحت اي كوم من هذه الاكوام؟ تل الفراعين هذا هو بوتو، وبوتو الاسم التاسع في تسوع الآلهة. كوم هائل من التراب، جدار بعرض 10 أمتار من الطوب اللبن، التبن فيه ما يزال لامعا، وأكوام هائلة من كسارة الفخار. كم قلبت هذه الكسارة بين يدي لعلي
أجد أثرا لفنان أو حرفا مخطوطا بقلم إنسان، وأسأل بعنف وبرغبة، رغبة الكشف، رغبة صبر المجهول. هذه رسالة لي، هذه الكتابات على الأرض معقودة على سر الخليقة ومطوية لي على وعد خاص، أتكشف فيها أبجدية متشابكة ملفوفة معقودة الأطراف منقوطة وغير منقوطة. هذا ألف متكسر، وهذه ياء كالمهرة الجامعة، هذه مملكة القراءة، وتاجي كلمة تسبح أغصانها في شجر الأبجدية الذي يبدأ ولا ينتهي. وأنت يا كتاب الأرض المنقوشة، من أين أبدأ وأين تنتهي الجملة الأولى؟ را يا، وقبل أن تلتقط خيط الجملة الأولى تصحو الخليقة كلها، ويحرث الله أرضه الواسعة بأقدام السعي المبارك وأظلاف الأنعام. جئت من دراسة الفلسفة في كلية الأداب جامعة عين شمس، فانتقلت من العمل في القرى إلى العمل في مدرسة الشهيد رياض في كفر الشيخ. في مدينة كفر الشيخ أتيحت لي فرصة إخراج ورئاسة تحرير مجلة سنابل. في هذه اللحظة كانت هي المجلة الأدبية والثقافية الوحيدة في مصر، خصوصا بعد إغلاق عدد كبير من المجلات التي كانت تصدر في ذلك الوقت. فكتبت عددا من القصائد بعنوان ملامح من الوجه الأمبيدوقليسي عن حياة الفيلسوف اليوناني أمبيدوقليس. وهكذا امتزجت هذه الثقافة الفلسفية وأصبحت دما أو نسغا أو خلاصة عصارة تسري وتجري في قصائدي وفي شعري حتى الآن. وفي هذه الدواوين توجد روح الثقافة العامة التي ثقفتها، كالخرافة الشعبية والفكر الفلسفي ورؤيتي للتاريخ ورؤيتي لوظيفة الشاعر كما أتصورها. القطارات لم تنقطع، غبش الفجر لوزة قطن مبددة لفضتها الرياح على قبة النخل والشجر النائم. انفتحت خوخة الباب، صوت الأمومة من خشب الصمت آخر زاد ومفتتح للبلاد الأليفة. ما الذي أكتب والليل أمامي كتب مصفوفة والشعب لا يقرأ؟ كان ارتباطي بالجماعة وفي عملي المعلم والمدرس أكثر الناس اختلاطا بالبشر وأكثر الناس معرفة بأهله وبشعبه. فأنا شعر الجماعة بهذا المعنى، لست بوقا لأحد ولست بوقا لأي شيء سوى هذا التكوين الشامل الكامل الذي جعلني جزءا من جماعة وجعل الجماعة خلاصة تجري في فكري. هذا الجدل المستمر دائما هو الذي يقدح شرارات القصائد ويقدح شرارات الخيال. كان عندنا قلة، عارفين القلة؟ وكان مرسوم عليها رسوم جميلة جدا. من ضمن الرسوم اللي مرسوم على القلة بطة منقرها أخضر وعينيها بيلمعوا. كتبت تحت عنوان واحد لكل ما أكتب للفتيان مسامرة الأولاد
كي لا يناموا، كي لا تنام حواسهم، كي لا يناموا على ما هم فيه، كي لا يناموا عن السؤال، كي لا يناموا عن الدهشة، كي لا يناموا عن رغبة في التعلم ورؤية الكائنات ومحبة الأشياء. الصورة دي متاخدة في مدينة الحضر، وهي مدينة أثرية في الموصل شمال العراق. كان الشعر يفتح أمامي سبلا كثيرة. سافرت إلى كل البلاد العربية تقريبا، وسافرت إلى أوروبا، ذهبت إلى اليونان ومعبد الأكروبوليس ورأيت المتاحف، وسافرت إلى فرنسا، وسافرت إلى إنجلترا، وسافرت إسبانيا ورأيت الحضارة الإسلامية، الحضارة العربية، ورأيت مدرسة ابن رشد، ورأيت المساجد العظيمة، وذهبت إلى سويسرا وإلى كولومبيا، وكانت أشعاري تترجم إلى هذه اللغات، وكنت أدخل في نسيج ثقافة القارئ كما أن هذه البلاد تدخل في نسيج ثقافتي. مرت رياح وهبت بلاد وأروقة بنيت وهوت، والمدائن مصفودة في مقاود أشكالها والخرائب زاهية. أنت يا أيها الشاعر المنتشي بالخرائب والذكريات وحيد، وجمجمة البحر قد فغرتها الرياح على الرمل، وانتثرت طمطمات الدهور مفتتة في اهتراء المحارات، تعقد أحبولة من مجازات فصحاك، تنصب أفخاخ شعرك على الطرائد، تأتيك طيعة من فجاج السماوات والأرض. كما فتح لي الشعر أبواب العالم، فقد فتح أمامي أيضا سبلا للتكريم، فقد كرمت بعدد من الجوائز، أفخر كثيرا بجائزة طه حسين من جامعة المنيا، وأخذت جائزة في ترجمة ديوان لي من إحدى الجامعات الأمريكية، ثم جائزة سلطان العويس من مؤسسة سلطان العويس الثقافية في الإمارات العربية، وهي تعد جائزة نوبل العربية. هبيني منك بعض سماحة الأخذ العظيم، وأدخلي كفيك فارغتين في قلبي، خذي عني، خذي مني، ارحميني من دم المثقل بما فيه من الأغصان والأوراق والأثمار. فهذا العالم المثقل بخيل ليس يأخذ من دمي شمسا ولا قمرا ولا أشعار. انشغلت بالعناصر الأربعة، واكتشفت أنني كنت منشغلا بهذه العناصر الأربعة منذ كتاباتي الأولى، فأنا أعيش بين السماء والنهر، بين الهواء وظواهر التحول والتغير. اكتشفت أن فكرة هيمنت علي في علاقة هذه العناصر بفكرة الخصوبة والعقم، الجذب والتوالد، على المستوى الإنساني البسيط، على المستوى توالد السلالة والقبيلة والشعب والأمة، وعلى مستوى الخصوبة الفكرية والحضارية والثقافية، فهيمنت علي في فترة من الفترات فكرة أن أقرأ العالم وأن أقرأ نفسي وأن أقرأ جماعتي من خلال العناصر الأربعة: الماء والهواء والنار والتراب. الماء، العشق، الماء، الثورة، النار، الانفعال العالي، الشعر، جمرة الحلم،
التراب طينة الخليقة، جدار المقبرة، جسد الرجال، فعل المحراث، في الهواء العشق الطائر، فضاء الحرية، فضاء الانتقال. كل هذه العوامل من خلال تأملي وقراءتي وإحساسي ومعرفتي هي محاور هذه المجموعة من قصائد جمعت باسم رباعية الفرح.